هناك بعض الناس يدعون بدعاء يعتقدون أنه يشفي من مرض السكر، وهو كما يلي: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أنت وسيلتي، خذ بيدي، قلت حيلتي فأدركني. ويقولون هذا القول: يا رسول الله اشفع لي، وبمعنى آخر: ادعو الله يا رسول الله لي بالشفاء. فهل يجوز أن يردد هذا الدعاء، وهل فيه فائدة كما يزعمون؟ أرشدونا بارك الله فيكم. هذا الدعاء من الشرك الأكبر، لأنه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب لكشف الضر والمرض من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فطلبه من غير الله شرك أكبر. وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك الأكبر، لأن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله سبحانه وتعالى عاب ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه، والتزام التوحيد وعقيدة الإسلام. فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به، ولا أن يدعو به، ولا أن يستعمله، ويجب على المسلم أن ينهى عنه وأن يحذر منه. والأدعية الشرعية التي يدعى بها للمريض ويلقى بها المريض أدعية ثابتة ومعلومة يرجع إليها في مضانها من دواوين الإسلام الصحيحة، صحيح البخاري وصحيح مسلم. كذلك قراءة القرآن على المريض مرض السكر أو غير مرض السكر، قراءة القرآن وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريض، هذا فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثير. الله سبحانه وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. المسلم لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الشركيات، ولا أن يقدم على عمل من الأعمال أو على دعاء من الأدعية إلا إذا ثبت لديه وتحقق أنه من شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤال أهل العلم وبالرجوع إلى مصادر الإسلام الصحيحة. الذي أنصحك به ترك هذا الدعاء والابتعاد عنه والنهي عنه والتحذير منه. جزاكم الله خيرا.